في الاول ولدي الله يرحمه اول حاجه بعدا ولدي عايش في الديار الفرنسيه مزوج بفرنسيه الجنسيه مراته كانت حامله عندها ديك الساعه ست شهور هو جاي يشوفنا جاي يشوفنا نهار العيد جاي يشوفنا العيد ديال رمضان اللي فات ابخي خرج مع أصحابه قال لي ماما رانا غادي نمشي نتعشى مع صحابي ما ديريش بحسابي وخرج إذا بينا الربعة ونص الصباح كيجي تليفون لباه كيقول الله أكبر الله أكبر. مني وقفت قلت له عز الدين قال لي يا عز الدين دار كسيدة جري راه ولدك دار كسيدة أنا كندق على الجيران باش يديوني فعلا داني السيد وصلنا النص ديال الطريق ما عرفناش فين غنبلاصه غنمشيو ما عرفناش تالقصيدة فين غد فين كاينة إذا بي تيعيط لي عاوتاني وتيقول لي رجعي للسبيطار مولاي عبد الله هزي رجليه. رجليه في مولاي عبد الله نساوها دابا راه هزو في حاله خطيره السويسي ورجليه بقات في مولاي عبد الله انا كأم هزيت رجل ولدي في كرتونه كتقطر كلها بدميات وغدا بها وكنطلب داك السيد كنرغبو باش يجري ولدرجة درجه انني قلت له عطيني انا باش غير نطير باش نوصلها باش يخيطوها انا ما كنتش دايره الحاله دي ديال الموت بانه هذاك هو النهار الاخر ديالو كتهسب لي إلى غير رجل ما عرفاش وقائع الجريمه ولا كيفاش وقعت ولا كتقول غير رجل راه غادي يخيطها ولا هو عايش برا يقدر يقدر يدور الوحده ديال الميكا يقدروا يديروا له اي حاجه المهم مني وصلت للسويسي اذا بهم تفاجئوني تيقول لك بان الترجل الاخرى راه كلها العظم تخلط مع العصب مع العروق راه طرطق داكشي كلو اذا دا بالريه تفرقعات اذا بالقفص الصدري كلو تهرس السيد عنده نزيف داخلي طيحلو الطنسيو كنتسناو يطلعلو الطنسيو مادام ما نديرو كنديرولك الوغ انا خرج عندي لوسي وخويا قالوا لي شكون اللي خرج معها وش واش تعرفي صحابو قلت لهم وي كاين واحد السيد هو اللي خرج عندو للدار صاحبو حمزه القريني هو اللي خرجو من الدار كنت يقرا معاه في البكالوريا الوغ واحد من دوك الدراري اللي كانوا في السبيطار اصدقاء ديال ولدي قال لي انا عارف الحومه ولكن ما عارفش الدار بالضبط فعلا مشى مع لوسي ومع خويا حتى وصلوا للبلاصه فين تيكون الطريق منين غيدوز هي طريق وحده ما عندوش فين يتخبى يعني لا طالع غيشوفوه ولا هابط غادي يشوفوه وقفوا عليه في البراج البوليس ووقفوه قال لهم علاش وقفتوني قال لي في نوع الدين قال لي زدين أه تفرقت معاه البارح نكرو تفرقت معاه البارح نقص خويا قال له عز الدين راه مات قال له عز راه مات صافي بقى كيشوف قال لي انا خوه انا خالو وهذا امه هو يقول لهم صافي انا غنقول لكم الحقيقه بقى كيعاود الحقيقه وفعلا جا البوليس وقال قال الحقيقه هو قال بان مشاو لسوفيتيل شي وطيل وكلاو فيه تعشاو ومن مورا العشاء هبطوا لواحد البلاصه لا بواط كنظن لا بواط فين كيشربوا الدراري وفين كيشطحوا على ذكر بعدا لا انا ولدي ما تيكمي ما تيشرب ولدي متي تيكمي ما تيشرب انا باقا تنسيستي على المساله ولدي نقي ولدي نقي ولدي صونا على شي صاحبو في قنيطره قال له واش ممكن تجي عندي توحشتك بغيت نشوفك انا جالس في بلاصه فلان فلانيه قال له انا بابا دا ليا الطونوبيل لا ممكن نهبط في جي اندي التران تجي عندي التران فعلا اعلان داكشي اللي دار ولدي خدا الطوموبيل ديال القاتل وقال له عطيني الطوموبيل غنمشي نجيب صاحبي من لاغار ونجي اللي هو حاليا في السجن لقى شرب القرعه كامله خلى فيها واحد شويه لتحت نقز ولدي قال لي هادشي اللي درتي ماشي معقول الدراري جا وعاد غادي يجلسوا وانت شربتي هادشي كامل انا ما غنخلصلكش هادشي انا ما غاديش نخلص انا ما غنخلصش ولدي ما باش يخلص له قال له لا عفا كذا انا ما يمكنش ليا انا هذا وما تحسبش ليا هادشي كله قال له داكو. هاد الناس اللي عرضتهم انس انس و والهميك اللي اللي عرضت انس و... وحمزه اللي عرضتهم غنخلص عليهم ولكن لابار ديالك انت غتخلصها لراسك صافي الان قال له غتخرج من هنا غديني الكيشي غنمشي لي فلوس غنعطيك فلوسك ولدي اللي ركب في الطوموبيل ديال القاتل ولدي اللي صايق انا كنعاود دابا هذاك الشيء كما هو والله مطالع طالع ولدي اللي سايق الطوموبيل ديال القاتل اللي غيموت غي بها داه حتى ديال المرجان قال له لا ما جبتش لاكارت ما عنديش كي ندير قال لي دابا اش غنديروا عطيني رزقي قال له نطلع للدار غنمشي نجيبك لك الدار قال لي ولدي ما غنتفرقش انا وياك ساق ولدي عاوتاني الطوموبيل غادي معاه اذا بهم تيطلعوا في الراس ديال القنطره تيقول لي حبس وقف هنا لان راه جايين صحابي من موازين هما جايبين لك الفلوس هو عيط لشي وحدين في موازين كانوا جايين هاد وحدين هما اللي كان انسيستي اليوم انا عاود لان هاد الناس كانت عندهم طونوبيل ايديس في الكحل بقات الطونوبيل امارش هادوك جوج قداميين راكبين ما هبطوش هبط واحد من اللور أو جوج على ما أظن قالوا واحد أو لا جوج بقاو كيتلفوا في القاتل جارينو تيهضرو معاه ودوك الشهود بجوج اللي هو حمزة وأنس جارين ولدي أنا تيهضرو معاه اذا بالقاتل تيجري الطنوبيل تيركب فيها وتيجلس وكيديماري الطوموبيل مديماريا ولدي تحل الطنوبيل من هنا تيعاود يحل من هنا البيبان قال له الطوموبيل ما تحركش كيضرب له الطوموبيل تيقول ما تحركش من هنا تعطيني رزقي هو قلع بها شد له ولدي في الكابو انا كي انا سلهميك تيقول لك ما كيدينيش النعس ما كيدينيش النعس لان ولدك خطفته من كتفه وخطفوا ليا هو بالسرعه باش غادي جريتو من كتفو باش نهبطو من فوق الطونوبيل باقا الطونوبيل واقفه قال لك خطفوا لي بالسرعه بديك السرعه باش غادي الطونوبيل ديال صحابو اللي هما ايديس كانت تابعاهم لان الاخرى في الجنب يلا ما جاوا يركبوهما هما في الجنب ويتبعوها طارت الطونوبيل الاولى طارت الثانيه جاوا يتبعوهم خلطوا عليهم هبطوا مع القنطره لتحت يصحاهم بديك السرعه تخباو عليهم ما بانوش هادوك هبطوا مع القنطره لتحت الاخرين طلعوا مشاو الفوق كيضرب ولدي كيلومتر 985 متر اللي حسبت الشرطه العلميه كيلومتر وتيضرب به من هذه الحديده لا الحديده تطرت له رجل تقطعت بالحراره طاح الولد الارض داز اليه بالطنوبيل داز عليه الطوموبيل كحله هربوا صحاب ايديس كحله مول الطوموبيل الحمراء مع شارب وداكشي زدح مع الـ مع الرومبوان الـ الرومبوان ديال, ديال 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 القنطره ديك الكبيره اللي فيها فين كي يتفرقوا خرجوا لي خرج تالف هادوك اللي هبطوا مع القنطره دازوا على ماكدو طلعوا نيشان مع الفوق جاو يشوفوا صاحبهم في هو شافوا شوفوا ولدي في هو اذا بهم كيطلوا كيلقاو عز الدين غارق في دمياته كفي الى وجهه هكا طايح حتى البوليس قالوا لي لقينا ولدك ما عندوش نسبه نجاح ولو المية خلاو غارق في دمياته واحد ولد قنيطره طفى التليفونات وشد طاكسي ومشى لدارهم وجلس والاخر شد القاتل ركبوا معاه في الطونوبيل وهربوا قال لك انا وديت القاتل قال لي ديني لدارنا ديني لدارنا ديتو لدارهم اداه لدارهم قال لكم بقيت كنتسنى حدا الباب واش هذاك اللي مات كلب واش هذاك ماشي صاحبهم واش ما كانش معاهم ما وقفوا معاه ما قدموا مساعده ما عيطوا للشرطه ما طلعوا معاه لابيلانس ما جلسوا يشوفوا حتى واش غيموت ولا غيبقى حي ما علموني انا مو ما عيطوا في التليفون حتى حاجه وما عندهم لا مساءله قانونيه لا والو ما كاين حتى شي حد حاشا عليهم كيمشيو كيجيو عادي الدنيا عاديه يعني بحال ما وقع والو هرب القاتل اذا به القاتل تيقول له صافي غير انا غنمشي مع بابا القاتل ما كانش عنده الطوموبيل اش نقول لك انا القاتل صافي تفرقعات لسقط في الرونبوا خلاها وجا ركب مع مع ديال الشهود هو هو من الطنوبيل الحمراء انا دابا اش كنطالب كنطالب بالكاميرات هذاك البلاصه راه فيها الكاميرات كنطالب مالي الايديس كحله خصهم يجيو خصهم يعطيو الاقوال ديالهم ونشوفوا شنو كاين كنطالب بالخبره على السياره هاد الخبره السيارة اللي هو تيقول غادي ب 50 40 واش 50 40 غادي تقطع الرجل وغادي ترتق لي رح نكون كنا كنصوقو كنا كنعرفو شنو المهم انا الاساس في هاد الشيء من هاد الشيء كله هو هاد الناس اللي طحت معهم انا ما تشدش ولدهم سير بلاس ما تشدش ولدهم داروا في الكنينيك الكلينيك وجاو قدموا ريقاتهم للشرطه ديال حوادث السير وقالوا بان ولدنا دار حادثه على اساس انها حادثه عاديه بلا ما كاين شي حاجه وخباوه مدة خمس ايام ولا ست ايام والسيد مخبي انا ملهيه مع الجنازه ومع العزو مع الناس مفرسي ما يتعاود نهار اللي تقبط لهم ولدهم امتى تقبط لحته في الفيسبوك ولحته في مراكز التواصل وكان عيط للحباب وكان عيط للناس عاد دار وهبطت نصرانيه مراته ونوضنا نهايلا عاد شدوه لا يعقل ما شدوه تغ# تغ# الويل عاد شدوه مني شدوه إذا بالأب ديالو كيجي كي تيتفاوض مع العائلة ديالي تيمشي عند خوتي تيمشي عند راجلي تيمشي تيطلع ويهبط أنا ما بغيتش نستقبله لا أنا لا راجلي ما استقبلناهش خلينا تيمشي ويجي عطاني مغريات كثيرة ما خلا ما قال لي غنعطيك برطمانتية وبرطمان مرتو وبرطمان لراجلك ونعطيكم مكازا تعيشو منها رجع عاوتاني صيفط ناس اخرين قال لك نعطيك 150 مليون ونفكوا الكريديات كاملين ونخلصوا الحج ولا العمره تمشي تغسلي عظامك وترتاحي ما خلاو ما داروا معايا هذوك الناس انا ما كنبيعش ولدي بيني وبينكم انا قلت لهم مليار بغيتو مليار عندكم مليار انا عارفه ما يعطيوش مليار باش ندير لهم بيضه في الطاس باش يمشيو في حالهم عليا باش يعطوني اتساع انا مرضت نفسيتي مرضات كان تعالج عام وانا كنتعالج عن طبيب نفساني عام وانا كنعاني عام ربي العلمية رحلت من داري لينا ما قدرتش نجلس فيها خرجت منها كناس ولدي يلقاني في الجيران ولا في الاصدقاء تيقول لك كيفاش قدرتي تصبري على داك الشاب داك الشاب ها هو انتما كتشوفوا فيه أنتوا ما كتشوفوا في داك الشاب ولد واحد وعشرين سنه هز مسؤوليه ديال الاسره ولدي خدام بثلاثه المليون ونص كيخدم حتى في النوار مسكين مع خوالو ما كينا هذا الولد باش يوفر لعائلته ثم تحتاج دالي لي انا 8000 درهم في الشهر كيطيح كي وينوض تيقول لك ماما الا كليتو بحال كليت الا شبعتو بحال شبعت الا نعستو بحال نعست هو رب الاسره ديالي هذا الولد يتمو بنته مرتو ولات هجاله في اخر ايامنا دابا اش غدير مرته كتقول لك أناش لمن غتقول بنتي بابا لمن غتقول بنتي اول بروميي جوغ ديالها ديال ليكول اش غادي تقول لي باغون هما اللي كيديو وليداتهم للمدرسه ومرتوره ما ساكتهاش، مرتوره غدير قوانينها، راه غتهبط لي زافوكا ديالها، راه غتراسل وزارة الخارجية، راه غادي يهبط غتجي رسالة مستعجلة نيشان أنا راه دايرة شكاية للرئاسة العامة، دايرة شكاية للوكيل العام، دايرة شكاية لمكتب الدراسات والأبحاث في القصر الملكي، أنا راه ما سكتش على حق ولدي، أنا كناشد سيدنا الله ينصره، سيدنا الله ينصره، وقف معايا ويشوف من حالي، حكموا على السيد بخمس سنين ديال الحبس واش خمس سنين ديال الحبس كافيه لهذا المجرم اللي ولدي انا دفنتو في الميكا؟ الناس دابا سارقين غير بورطابل وخداو خمس سنين د الحبس، شي حد كدير له غيرها مستديمه كتاخذ سبع سنين ثمان سنين. غير المجرمين ديال الكوكايين وديال الغبره وديال هادشي ديال الحشيش كيضربهم ب 10 سنين و 14 عام وب 15. هادي راه قتل، وإذا بهي كانت قتل العمد، نهار اللي تحيدات من ر... من الابتدائية ديال سلا ومشات تحيدات من الابتدائية ديال سلا ومشات ل ال... الجنايات ديال الاستئناف كانت القاتل عمد. القتل العمد كان القتل العمد كنقولها وكنعاودها القتل العمد في نوم الناس ديال إيديس في نوم الكاميرات في الشارع فينا هي الخبره على السياره انا هادشي كله كنطالب طالب صاحب الجلاله انصفني الله يكثر خيرك صاحب الجلاله الله يكثر خيرك سيدنا الله يكثر خيرك سيدنا يا ملك الضعفاء يا ملك الفقراء يا ملك الشعب الله يرحم لك الوالدين الله يرحم لك الوالدين الله يرحم لك الوالدين راه تيقتنا فيك راه في الله سبحانه وتعالى وتيقتنا فيك لغش بالله وبك، شده بالله وبك، نصفني لوجه الله نصفني باش ينعز عز الدين في قبره نعز عز الدين في قبره بغيت عز الدين ينعس في قبره رغم انني ربي اللي علم بيا كي دايره حياتي عذاب في عذاب في عداب. الله يرحم الوالدين ما نصفوني نصفوني دخلت عليكم بوجه الله نصفوني ما كنطلب حتى حاجه انا كون بغيت نتغنى كون تغنيت كون بغيت ندير الفلوس على ظهر هاد الناس كون درتهم انا ما بغيتش انا مرا مؤمنه وكنخاف من الله بيني وبينهم القضاء بغيت القضاء ينصفني وياخذ لي حقي هادشي اللي كاين وشكرا